السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أعزائي التلاميذ وتلميذات ديالنا، مرحبا بكم. معكم الأستاذ علاء الدين مع القناة ديالكم إيزي كونتا. اليوم إن شاء الله ما جيتش إيدي خاوين، جبت معايا واحد الحاجة اللي هما ديجا طرقوا ليها بزاف ديال التلاميذ أننا نخدموا عليها، وبزاف ديال الناس التلاميذ اللي هما ما كيخدموش عليها، وكتبقى اليوم هذه اللي ناقصة كتحطها الامتحان. سي دوماج دازت من حدايا وقلت ما غتحطش، ولكن هذه راه عندك في الاطار المرجعي ديالك وعندك في الامتحان ديالك، قليل فاش كتحط، ولكن حتى هي خصنا نديروها بحكم هذا العام اللي غادي يكون يعني المقرر ديالنا غيكون غير صغير، يعني فون ايلارجير يعني لي ميثود او بيان لي زيكزيرسيس ديالنا. فهنا جبت لكم معايا لو ستوك، وما غنهضرش على لو ستوك، فغنهضر على الحاجه اللي هي ثانويه في لو ستوك، اللي هما كومون كالكولي لي زاشا ريفوندو دو مارشانديز et les achats consommés de matières et fournitures. فهنا كنتكلموا على لي بوست ديالنا 611 612. كنتمنى انك تجبد السيلو قلم وتجبد الكتاب ديالك، بلون كونطابل بلس كالكولاتريس لانها مهمه، وغادي يكون سي تري سامبل اننا نفهموا هاد لا ميثود كالكول. غير نجبد دي زانفورماسيون ميثود كالكول سامبل في الكالكولاتريس، دوبل كليك 3 كليك ريزولتا فينال، ونلقى عندي ان بوين نص نقطة ولا نقطة في نهار الامتحان. كنتمنى انكم تستمتعوا في المشاهدة ديالكم لهاد لا فيديو. شكرا على التتبع ديالكم، وشكرا لتتبع القناة والدعم ديالكم. مرحبا بكم مرة أخرى في الدرس ديالنا الجديد، بقاو معنا. الدرس ديالنا اللي هو لو ستوك، أشا فوندو، أشا كونسومي، لي بوست كيما قلت لكم، لو بلان كونطابل 611 و لو بوست 612. فهنا كيبقى عندنا شكون هما 611، كيبقاو عندنا كاملين. انا مشيت جبت يعني في بلان كونطاب ديالنا جبتهم كاملين اللي غنحتاجو، اي 612. نهضر على 611 اللي هي اشار موندو دو مارشانديز. سمحوا لي انا كنكتب لابريفياسيون، مي فو في تشيكي او بيان فيريفي لو بلان كونطاب ديالكم. 611 يعني زدنا واحد اشار دو مارشانديز، 12 اشار دو مارشانديز كلاس ا بي، 614 سي اون فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز انكور، 618 achat de marchandises de l'exercice antérieur. يعني اي حاجه اللي كنا حنا في الانفونتير 2018، فاي حاجه اللي كنا حنا شريناها قبل في 2017 18 وما درناش لها انغيستمون ديالها، سواء كانت لا فاكتور ما جاتناش، السلعه ما جاتناش ايتترا، فهادي تو سكي لي على ليكزيرسيس انتيرير. يعني هاد انتيرير تقدر تقول تو سكي لي على ليكزيرسيس بريسيدون. الوغ بريسيدون 6119 فهي لي 3 زير obtenu sur marchandises, sur les achats de marchandises. Fait là pour l'achat consommé de matières et fournitures, il y a dans le poste 612, 612, 621 achats de matières premières, 122 achats de matières fournitures stockables ou bien stockées, 6123 achats d'emballage, 6124 variations du stock de matières et fournitures, 6125 achats de matières et fournitures non stockables, 6128 achats de matières fournitures de l'exercice antérieur, qui m'a donné l'exercice précédent. 6129, 3R obtenus sur les achats consommés de matières et fournitures. On a dit acheter un moitié d'heure, on a quand même qu'il doit la même ou bien le même poste, les lois 612. On a qu'il doit le même poste, les lois 611. Mais la question, c'est quoi? La question, c'est calculer achats revendus de marchandises, les lois le poste 611. Achat revendu consommé de matières et fournitures, le wall post 612. On a comment calculer les achats? Très tout simplement. Quand je mets l'ensemble des achats, l'ensemble des achats, qui n'a rien à faire, c'est-à-dire que je fais plus. Alors moins je compte, moins la variation de le stock, et moins les 3R. Les 3R obtenus. Enfin, je chauffe moins la variation de le stock, moins les 3R. Où est-ce qu'il y a l'ensemble des achats? Il y a une maladie de cracher à la smith à achat. Fait-là qui arrive à la maladie de cracher. Par exemple, il est dit comment calculer achat revendu de marchandises lié le poste 611. Je vais dire achat. Un achat de marchandises A, la classe A et la classe B. Je vais dire achat de marchandises classe A plus achat de marchandises كلاس بي بلس اشا. واش عندي اشا اخرى؟ بون عندي هاد اشا اشا يعني مشى. الوغ موان موان لا فارياسيون ا كوي ديغال لا فارياسيون ديال لو ستوك دو مارشانديز، فهو لو ستوك فينال موان لو ستوك انيسيال، يعني نديرهم اونتر بارونتيز.
moi شوف انا درت هذا لوكوم درت هذا درت هذا شنو بقى ليا هذا غالبا ما كيكونش عندكم انا نبشركم اذا ما كيكونش عندكم مي انا حطيته اوكاو كان عندنا في ليكزيرس ديالنا moi je connais les trois heures mais on a les trois heures obtenues alors moi les trois heures اللي هي obtenu فهذا بالنسبه ليا 611 فبالنسبه لاشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور اللي هي 612 entre parenthèses غنجمع كاع لي زاشا شحال من اشا عندي 1 عندي 2 عندي 3 ما تنساش عندي 4 اشا دو ماتيير اي فورنيتور يعني غنجمع اشا دو ماتيير بريمير plus achat de matières et fournitures stockables, plus achat d'emballage, plus achat de matières et fournitures non stockables. La variation, je connais la variation moins, je connais la variation le stock final moins le stock initial. Les trois heures qu'on a obtenues, alors moins les trois heures. Obtenu. عافاك هاد اوبتوني ما كتشبهش هاد اوبتوني لان هادي سور ايش سور مارشانديز وهادي سور لي زاشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور يعني كاين هنا سور لي زاشا دو مارشانديز بارابور 611 و سور لي زاشا دو ماتيير اي فورنيتور كونسومابل بارابور 612 يعني ماشي هادي اوبتوني اوبتوني فهما عندهم لو ميم ديبي ديال لو نون ديالهم لانتيتيلي دو كونت ولكن لا سويت ماشي بحال بحال Et ainsi que le compte, tu as vu, je suis dit que tu as 612, et par contre l'autre, que tu as 611. Maintenant, simplement, on a dit la formule d'Yali, qui va changer de manière, comme on a dit, je vous mets plusieurs exemples, plusieurs exercices, et sont des extraits auprès d'examen. مشاهدينا الاعزاء اليوم وجدت لكم امتحان وطني لوادي الله 2012 وهذا كان سو فورم بالانس ابري انفونتير انا درت على شكل ان اكزرسيس نيميرو 1 لاني افون انفونتير 2019 اللي فيه لا بالانس افون انفونتير اي ابري انفونتير فمن ضمن لي كيسيون ديالنا اللي كنلقاهم ديما توجور انريجستري او جورنال او بيان انريجستري او جورنال لي زيكريتور نيسيسير et calculer le poste achat consommé de matières et fournitures ou parfois marigouche achat consommé calculer le poste 612 فهنا déjà حنا ديجا كنا تمكنا من لو ستوك كنتمنى انكم مشاهدينا انكم تشوفوا لي فيديو ديال لو ستوك اي سا بروفيزيون باش تاخذوا فكره كبيره 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 بزاف كانوا دي فيديو زعما سوبر بيان نحاول انكم نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منهم بزاف وغادي نديروا لكم هذا ديالو هنا غادي ما غاديش اونجستر مون جورنال مي غادي نعاود نذكركم بلو ستوك لانه داخله فيه لا فارياسيون ديال لو ستوك ضروري نذكركم بها اليوم ومن بعد ابري غتكون انها سي فاسيل انني بو كالكولي لي زاشا كونسومي اونتر بارونتيز تيميد كيلقى المشكل في لا فارياسيون ديال لو ستوك هنا فين كاين المشكل اليوم ان شاء الله نحاول نحيدوا المشكل ديالنا كما قلت لكم ديما كالعاده كنحيد شي حاجه ابري انفونتير ما كنشوفهاش حتى ندير الافون انفونتير فانا هنا غنخدم بلي كونتيماتيك غيكون عليا ساهلين بزاف انني نستافد منهم لي كونتيماتيك ديالنا هما هاد ديال اش اللي غادي نختار لا كونتي لي كونتيماتيك ديال الفارياسيون ديال لو ستوك اللي هما 6124 كان بالنسبه للفارياسيون دو ستوك دو مارشانديز غتكون 6114 انا فارياسيون ديال لو ستوك اول حاجه كيف ما قلنا ذكرت عليها في لا فيديو ديال لي كونتيماتيك اول حاجه كنقلب عليها هو لو سولد انيسيال ثاني حاجه لو جورنال ثالث حاجه هو لو سولد فينال سواء ان سولد ديبيتور او بيان ان سولد كريديتور سا ديبون لا ديفيرونس انتر لو ديبي لو كريدي هنا ما عنديش لو ستوك الوغ عندي لا فارياسيون شحال فيها 74000 74000 فين كاينه في لو ديبي هنا غادي نكتب 74000 هاي لا 74000 في لو ديبي ديالنا مي هنا ابري انفونتير كيف ما كنشوف ابري انفونتير كيهضروا لنا على لو سولد فينال فابري انفونتير كيهضروا على لو سولد فينال حتى هي كاينه ان سولد ديبيتور ديال شحال ديال 24000 فسوا دير المعادله ديالنا اللي هي كنعرفوها كاملين شنو هي Alors, le débit moins le crédit est égal à, s'il est plus, c'est un solde débiteur. Alors, quand moi qui sais que moins un solde créditeur, ou qu'il y a plus un solde débiteur, s'il est plus, c'est un solde débiteur. Alors, je vais faire un calcul sur le crédit. Le crédit, je fais moins. Dès que je vais faire plus le crédit, le débit va être plus ça. Et je vais faire plus, dès que je vais faire moins le solde débiteur. C'est ça.
انا هادو جبتهم الطرفين كريدي ديتها للجهه الاخرى غتولي بلس حيت كانت قبلها منها موان و بلس سون ديبيتور ديتها للجهه الاخرى تولي موان اما لو ديبي راه بقى قبل من تساوي يعني كله غتحتفظ بالبلس ديالو نورمال يعني كنتمنى انك تكون سهله بزاف ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه في المات اي حاجه كما كنقولوا بلس مشى للطرف الاخر اش غتولي موان القسمه مشى للطرف الاخر غتولي ضرب و فيس فيرسا يعني واخا تكون البلس هنا مشى للطرف الاخر تولي موان المهم يعني تساوي اي حاجه مشات للجهه الاخرى بلس كتولي موان موان كتولي بلس بلس سول ديبيتور مشى للجهه الاخرى اش غيولي موان موان كريدي مشى للجهه الاخرى غيولي بلس ها هما بجوج و ديبيتور يعني ما مشات حتى بلاصه بقات بلاصه هنا غادي نحاول انني نشوف هذا الشيء هذا اللي خدمت عليه ديبي شحال 74000 الوغ موان شحال 24000 ديال لو سول ديبيتور فهنا 74000 موان 24000 غتعطيني 50000 كنت نقدر نجي هنايا نكتب 50000 اوتوماتيكمون فهنا في لا فارياسيون ديال لو ستوك غنعاود نقول لكم بان توجور في لو ديبي شنو كيكون هنا ان ستوك انيسيال توجور انا كنهضر عافاكم كنهضر على لو ستوك انيسيال توجور في البارتي كريدي شنو كيكون ان ستوك كي فينال باش تعاودوا تاكدوا معايا مزيان الا مشيت لو كونت ديال لو ستوك اللي هو ماتيير بريمير او ستوك هنا ما كيكتبوش قبل لو ستوك ولكن الا مشيتي قلبتي على 31 غتلقى سميتها ستوك ستوك دو ماتيير بريمير شحال لو كونت ديالو لانه ابري انفونتير هنا كنهضروا على تو سكي فينال افون انفونتير هنا تو سكي انيسيال اي رمزت ليها بي 50000 ستوك فينال شحال فيه 50000 ها هو لقيتو ستوك فينال فيه 50000 كنتمنى انك في هاد لي كونت شيماتيك تكون فهمتي بان في الفارياسيون ديال ستوك لو ديبي توجور سي ان ستوك انيسيال لو كريدي توجور سي ان ستوك فينال اوتوماتيكمون كنلقى ان سول ديبيتور فهنا كيف ما قلنا ديبي موان لو كريدي سي لي بلوس سي ان سول ديبيتور سي لي موان سي ان سول كريديتور وهاد الخاصيه هادي غنحتاجوها بزاف فاش في الفارياسيون ديال ستوك انا عارف بانه واخا انت ما كانش عندك مشكل في الفارياسيون ستوك فملي تفرجتي في الفيديو ولا عندك مشكل يعني هنا خلقت لك بان فريمون عندك مشكل في لافارياسيون ديال ستوك حذاري ثم حذاري لانه كيما بغى يجينا من ما بغى يدور لينا الامتحان فهنا خصني نلقى راسي متمكن انا زدتك هذه المعلومه بان في شاك فارياسيون ديال ستوك في الافون انفونتير كنهضر افون انفونتير يعني كنهضر تو سكي سولد انيسيال كيكون ان ستوك انيسيال ابري انفونتير كيكون ماشي ان ستوك فينال كيكون سولد ديبيتور يعني كيكون ان سولد فينال كيما طرقت لي في الستوك شرحت لكم ما بين سولد فينال وستوك فينال نحاول انكم عافاك انا كيما كنقول لكم اللي بغيت الا بغيت عطل فخذ من وقتك واحد 10 دقائق او 20 دقيقه او حتى ساعه ديال المقاله تفهم فيها لو ستوك مزيان تفهم فيها لي بروفيزيون مزيان دير دي بلوس دي زيكزارسيس باش تفهم مزيان اللي حنا شفناهم ما فيها باس دير الامتحانات وتشوف هاد لا فيديو اللي تكمل فيها لو ستوك ديالنا واخا ماشي هو الموضوع ديالنا ولكن حيت هنا عندنا كالكول لا فارياسيون ديال ستوك هنا مشكل فانا كنظن انني هنايا ساليت ومن بعد غنقول لكم واحد الطريقه اللي سامبل اللي هذه فهمها ولكن الاخرى نخدموا بها كما كنقولوا حنا ما تكثر يعني تكون طريقه علميه وخفيفه فهنا بما انني عرفت بان السولد فينال ستوك فينال ستوك انيسيال فهنا غادي ندوز اول حاجه كالكولي لو بوست الوغ لو بوست ديالي اللي هو 612 اش كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور فقلت غنجمع شنو هما لونسومبل او بيان كومول لونسومبل دي زاش اي حاجه فيها اش عطيوها لي الوغ هنا عندي حاولوا في لي افون انفونتير ابري انفونتير ما كاينش مشكل ولكن انا كنقول لكم عافاكم اي مختارو تو سكي ابري انفونتير تو سكي فينال لان لو بوست لو سي بي سي ما كيدار حتى كنسدو كيدار لي فيرميتور ديال الكونت اول مره غنسمع لي فيرميتور ديال الكونت جو دير انني حتى كنحسب لي سولد ديبيتور او بيان لي سولد كريديتور فانا عندي اول اشا انا بعيني كتبت لي بروفيزيون فهذا ماشي اشا ماتيير بريمير ماشي اشا ماشي اشا ماتيير بريمير ما سميتوش اشا بروفيزيون ماشي اشا اشا دو ماتيير اي بريمير هنا عندي 14000 فانا غادي نجي غنجمع 14000 انا نجمع 14000 بلس انا عندي اشا اخرى هي اشا نون ستوكال دو ماتيير فورنيتور شحال فيها 6000 انا نجمعها مع 6000 فهنا كنظن انني جمعت تو سكي اشا
هذا سيريت لي زاشا غندوز نحيدو ال 3 اور الوغ 3 اور كما قلنا نقصوهم اللي هي شحال عندنا 7000 الوغ غندير موان 7000 ديال هادو جمعنا فيهم كاع لي زاشا وهادو شكون هما لي 3 اوبتوني بقات لي حاجه وحده ديالاش ديال لا فارياسيون ديال لو ستوك انا من هنا عارفه بان غتخرج سوا دي بي سوا بلوس ولا موان ولكن غنخليكم نتوما تعرفوا علاش درنا بلوس وعلاش غنديروا الموان من بعد انني نخرجها بالزربه بلا ما نبقى ندير لي كالكول ديالي ولكن كيف ما كنقولوا باش ما تلفش دير لي كالكول ديالك وابخي الساعه عند الطريقه العينيه اللي غنشوفوها سوبر يعني بعد خير انا موان شنو قلنا موان لو ستوك الو اكو ايتيغال لو ستوك فينال موان لو ستوك انيسيال لو ستوك فينال سي 50000 و لو ستوك انيسيال قلنا موان لو ستوك انيسيال سي 74000 شوف هنايا معايا هنا معايا بانها شحال غتساوي ليا غير هادي 50000 موان 60 غتساوي ليا موان 24000 الوغ موان 24000 وبما انها موان مع موان اشنو كتساوي يعني هادي كامله غتعطيني فينالمون في الاخر غتعطيني شحال كتساوي غتعطيني بلس 24000 لان الموان ملي تلاقات مع الموان هاي موان غتولي موان 24000 ايتيغال بلس 24000 هنا غادي نكون عرفت راسي بانني عارفها غتخرج ليا هنايا بلس ولكن غادي نعرفوا علاش ومن بعد غادي نقول ابون 612 اللي هي اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور اش كتساوي مثلا 14000 6000 هي 20000 بلس 24000 سي 44000 موان 7000 اللي غادي تعطيني 37000 فهذه هي لو مونطون ديال لي زاشا كونسومي ولكن ملي كيكونوا عاطيني يعني انا نجي نشوف غير هنايا شوف انا غادي نمشي على حساب لا بالانس سي سامبل شنو عندي هنا عندي لي ديبي اي لي كريدي جمع لي لي ديبي نقص منهم لي كريدي جمع لي لي ديبي نقص منهم كريدي ونشوف واش غيخرج ليا الو لي ديبي فاش في لي زاشا هادي ما غناخذهاش لانها ماشي اشا هذا ستوك هادي شنو هي بروفيزيون ما غناخذهاش لانها بروفيزيون الو هادي اشا شحال 14000 ديبي الو غندير 14000 الو 14000 بلس وي هادي ديبي يعني اش غتكون بلس لو موان بلس يعني مجمع مع لي ديبي بلس الو بلس 24000 الو بلس فارياسيون ديال لو ستوك بلس اشا وي 6000 بلس 6000 و لي 3 اير الا لاحظتوهم راهما في الكريدي موان 7000 اللي هي ديال لي 3 اير اوتوماتيكمون تخرج لنا 37000 هادي عافاكم تشوفوها واش صحيحه لا تسكات المونطال سي تو شوف لاحظوا معايا بلس بلس موان فهنا خرجت لنا بلس هايا بلس اي بلس موان ديال لي 3 اير ومن هنا بلس يعني هنا كنفهم بانني كنجمع تو سكي ديبي كنقصو tout ce qui est crédit غتخرج ليا الريزولطا ديالي اللي هي توجور الريزولطا شنو خصها تكون بوزيتيف لان ما يمكنش نقول لك وانا شريت ناقص 10000 وانا شريت ناقص 20000 انا شريت ناقص 30000 فهنا انا الا مشاو تعطوني بالانس او لا كانت عندي لا فارياسيون سي ان سول ديبيتور فهو توجور بلوس لان لي زاشا كنعرفوهم من ديبي اي حاجه ديبي لي 3 اير لا سول اللي كتكون كريدي علاش لانها كنقصوها من لي زاشا تقول لي تسنى علاش لي 3 اير كنقصوهم لي زاشا 3 اير شنو هي غابي ريميز ريستورن اللي هما لي ريدكسيون اوبتوني انا شريت ملي كنشري كنخلص مزيان وملي كتنقص لي الثمن حتى كالفورنيسور نقص لي الثمن يعني ما غاديش نخلص غادي ترجعها ليا مع ان غترجع ليا صدقت ما خسرتهاش هذاك الشيء علاش لان رجعت ليا هذاك الشيء علاش نقصتها من الثمن ديالها فانا كنتمنى انها تكون سي سامبل فاسيل كيف لو كالكول هنا بالعاني كتبت او بحال لو كالكول دي 612 بحال لو كالكول دي 611 تمنيت انا نكون وريتكم الطريقه نشوفوا ان نوتر اكزرسيس باش تاكدوا وترسخوا المعلومات ديالكم بقاو معنا مشاهدينا شكرا على التتبع ديالكم